وفي شأن سوري آخر، أفاد تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن غاز الخردل المحرم دوليا استخدم خلال معارك بسوريا في أغسطس آب الماضي. وتحرم القوانين الدولية استخدام غاز الخردل الذي يسبب حروقا في العينين والجلد والرئتين. أول وثيقة رسمية تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا دون تحديد مسؤولية جهة محددة في استخدامه. هذا ما خلص له التقرير الذي أعلنت عنه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أكدت فيه استخدام غاز الخردل في بلدة مارع شمالي حلب في آب أغسطس الماضي. تقرير لم يحسم الجدل عن الجهة المدانة باستخدام أسلحة محظورة دوليا، لكنه يؤشر بوضوح إلى أن الاستخدام حدث أثناء معركة بين تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل معارضة أخرى. لكن الحادثة تلقي بظلالها أيضا على ادعاء دمشق بأنها دمرت ترسانتها الكيميائية، وتطرح تساؤلات عن مصدر غاز الخردل المحرم دوليا.